أهلا وسهلا سمو الأمير، حياك الله. السلام السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نعتذر منك ضيفنا العزيز سمو الأمير، حصل خلل تقني. المفروض من 23 دقيقة بدأنا المساحة، لكن شيء خارج عن إرادتنا، فأعتذر منك ونيابة عن آيات القائمين على مؤسسة آيات الوقفية. الله يحفظك. حفظك الله يا أخوي حسام، الحمد لله والخيرة فيما اختارها الله، الله يسلمك وأرحب الحمد بك لله. والمستمعين جميعا، الله يحفظك. الله يجبر خاطرك. طبعا بعد اذنك سمو الامير، المساحه بتمتد الى الساعه تقريبا 10:30 بتوقيت مدينه الرياض، يعني ساعه من الان. بس اطلب من قبلك ومن قبل الموجودين ان نستخدم خاصيه الزائد اللي على الزاويه، ونلاحظ كلنا خل في اسفل الشاشه في علامه الزائد لونها ازرق، نضغط عليها ونضغط غرد، او اذا تحبوا تكتبوا مثلا حياكم الله في مساحه ديوانيه ايات، اقول لكم شكرا مقدر. اليوم عنوان المساحه: كيف نجعل القران منهجا لحياتنا. ضيوف المساحة وضيف المساحة الرئيسي سمو الأمير سعود بن خالد بن سعود الكبير، وأيضا بيكون هناك مرور من قبل فضيلة الشيخ ناصر بن علي القطامي بإذن الله تعالى. بالنسبة لطلبات المايك إن شاء الله إذا كان في وقت حنستقبلها، لكن إذا في تساؤلات حول عدد من المحاور سيتم طرحها مع سمو الأمير، يا ريت ترسلوها لي على الخاص بحيث نقلص استنزاف الوقت في المساحة، ونعطي ضيفنا الحق الكامل في أنه يطرح المحاور اللي حاب يتكلم عنها. فخلال دقيقة إن شاء الله نبدأ، لكن أرجع أكد لكم فقط نضغط على الزائد اللي في الزاوية على اليسار إذا كان بالعربي، أو على اليمين إذا كان باللغة الإنجليزية، وغردوا بالمساحة. أكون لكم جدا شاكر ومقدر بهالشيء هذا. شكرا أغرد في صمت، شكرا نبراس على التغريدة، ننتظر تغريدتك سمو الأمير أيضا. شكرا سمو الأمير، غرد بها. نعم تسلم. خدمات المساحات مشكورين، جزاكم الله خير. كل شخص دائما يدعم المحتوى الهادف، المحتوى اللي يحمل قيمة وفكر ومعرفة، نشكركم على دعمه ونشره. يلا خلال يعني 9:25 نبدأ، بس نعطي الفرصة للجميع أنه يغرد. وحيا الله فضيلة الشيخ ناصر القطامي، أرسلت له دعوة إذا وقته يسمح يكون متواجد معنا، وأيضا دعوة للشيخ ناصر أنه يغرد بالمساحة من خلال الزائد اللي موجود. ما شاء الله تبارك الرحمن. شكرا، شكرا لكل من تفاعل. يوسف الشاماني ممتن لك أخي الكريم، شكرا جزيلا. نورة شكرا جزيلا. الجوهر سليمان شكرا. الشيخ ناصر القطامي شكرا، ما قصرت، الله يسعدكم يا رب. والشيخ ناصر إن شاء الله في الوقت المناسب يطلب المايك تكون موجود معنا نسمع صوتك. سمو الأمير سعود، أول شيء حياك الله، نورتنا في ديوانية آيات وعبر مساحاتهم في تويتر. اليوم عنواننا: كيف نجعل القرآن الكريم منهج لحياتنا. خلينا نحوله إلى سؤال وأوجهه لك، كيف يعني بداية حول هذا الموضوع، كيف حاب تبدأ فيه؟ لك المايك سمو الأمير، أسمعك، تفضل. حفظك الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأيها الكريم الأخ حسام، شاكر ومقدر لك ولمؤسسة آيات والأخ عبد الله عويس والشيخ ناصر قطامي هذه الفرصة وهذا السبق دائما في الدعوة إلى الخير ونشر الخير عبر مساحات تويتر وعبر نشاطات المؤسسة الأخرى. قبل البدء شيخ أخوي حسام، في نقطة الحقيقة أحب أوضحها، يعني لا أنا ما أريد أن يعني يظن بعض المستمعين أن المتحدث أو الأخ حسام أو من تحدث هذا الموضوع أنه عمل بالقرآن 100% وجعله منهج حياة. كلنا مقصرون وكلنا مذنبون، ولو كشف الله الستر ما تحدثت إليكم ولا استمعتم إلي، لكن نحمد الله على شكر ونشكره على ستره المرخي علينا. لكن نذكر أنفسنا ونتعاهد هذا القرآن، وقال ربي عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال سبحانه: فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأسأل الله أن ينفعنا جميعا بهذه الكلمات وأن يجعلها خالص الكريم. حفظك الله، أنا يعني لعلي أوصي نفسي وأوصي جميع من أحب بوصية، وسنعيد بإذن الله تذكير بها في آخر المساحة بإذن الله، أن نجعل القرآن منهج حياة، أننا نجعل لنا ورد يومي من القرآن قل أو كثر. بعضنا يستطيع على 5 أوجه، نصف جزء، ولو وجه واحد ورد يومي من القرآن. الأمر الثاني، أن نجعل أو نحرص أن لا تمر علينا آية لم نعرف معناها إلا ونقرأ تفسيرها،
ولا يمر علينا أمر أو نهي في القرآن إلا وحرصنا على العمل به. لو نفذنا هذه الأمرين البسيطة بإذن الله، أسأل الله أن يعيننا، أن يجعل لنا أن نكون لنا ورد يومي من القرآن، وأن لا يمر علينا آية إلا وحرصنا على العمل بها، بإذن الله بإذن الله سنكون ممن جعل القرآن منهج حياة. أعود للسؤال، الله يحفظك، السؤال اللي بدأت به وهو سؤال مهم، كيف نجعل القرآن الكريم منهج حياة؟ الجواب سهل، لكن تطبيقه صعب إلا على من يسره الله سبحانه. الجواب نجعله منهج حياة بالعمل به. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، أي ليعملوا بها. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. فأهل القرآن على الحقيقة هم العاملون به، كما قال ابن القيم، هم العالمون به، العاملون به، المعلمون له ولو لم يحفظوه. فما أنزل القرآن إلا للعمل به، فمن عمل به فأصبح القرآن في حقه منهج حياة. وأذكر كلمة جميلة للشيخ عبد الرزاق البدر: كلنا ندعو في رمضان وفي غير رمضان، ندعو دائما بالدعوة العظيمة التي منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. يقول الشيخ عبد الرزاق: من يدعو بهذا الدعاء، كيف تدعو بهذا الدعاء وتريد أن يتحقق والقرآن على الرف؟ أنت تدعو الله أن يجعل القرآن ربيع قلبك ونور صدرك، فلا تتركه في الرف، اقرأ بالقرآن واتلو القرآن وحاول أن تعمل به. مع هذا الدعاء سيعينك الله بإذن الله على العمل به، وأن يكون بإذن الله منهج حياة. لعلنا يعني قبل أن ننتقل للجانب الأول أخوي حسام، بعد أن بينا هذه المقدمة نبين أن القرآن لم يدع خيرا إلا دل عليه، ولا شرا إلا نهى الأمة عنه. يقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال أهل العلم: لم يبين الله سبحانه التي أقوم في أي أمر ليدل ذلك على العموم، فالقرآن يهدي للتي هي أقوم في كل أمر ذي بال من أمور الدنيا والآخرة. وقد جاء في آية أخرى أن القرآن تبيان لكل شيء، لذلك القرآن يرشد إلى الكمال في الأعمال والأقوال والنيات وأعمال القلوب كالتوحيد والتوكل والخشية. وبإذن الله لا أريد أن أطيل المقدمة، لكن بإذن الله في الجوانب التي سنأتي عليها سيتضح هذا الأمر بإذن الله. يعطيك ألف عافية سمو الأمير. طيب، الجوانب حسب ما هي مذكورة أمام كمحاور في 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 فيما يخص جانب التوحيد والعقيدة الإسلامية، فودنا لمحة حول هذا الموضوع سمو الأمير. نعم، حفظك الله. من نعم. أعظم ما يدل عليه القرآن أن القرآن العظيم يدلنا على العقيدة الصحيحة السليمة، وهي توحيد الله جل في علاه. ومن رحمة الله بنا أن جعل العقيدة الإسلامية والتوحيد سهل ميسر على كل أحد، فلو التفتنا يعني شرقا أو غربا لوجدنا عقائد لا تكاد يصدقها عقل، من التثليث عند النصارى 3 في 1، أو في الشرق من العقائد الأمور الأخرى. لكن عندنا الله سبحانه جل جلاله يصف نفسه في سورة تعدل ثلث القرآن، يقول الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ف كلما تلوث الإنسان بأمر في خاف على نفسه من شرك كبر أو صغر، تذكر هذه الآية وهذه السورة العظيمة، فأقبل عليه التوحيد واطمأن قلبه. كذلك يقول الله عز وجل لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وفي هذه الآية أخوي حسام دليل دلالة عظيمة أن العلم قبل العمل، فقال الله سبحانه: فاعلم، ثم إذا علمت أنه لا إله إلا الله فاعمل واستغفر وادعو الله سبحانه، ثم إذا انتهيت من ذلك لا تنسى إخوانك المؤمنين والمؤمنات من نشر هذا الخير. لذلك يقول شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومشايخنا الكبار، يقول إن العلماء الربانيين هم من جمعوا 4 أمور: أولا طلب العلم خالصا لوجه الله ويدل عليه فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم العمل به تحويله إلى عمل واقع ويدل عليه واستغفر لذنبك، ثم نشره بين الناس
ويدل عليه للولي المؤمنين والمؤمنات، ثم الاحتساب والصبر على ذلك كله. فمن جمع ذلك فهو والله في المنازل العليا والدرجات العليا في الدنيا والآخرة. طيب جميل جدا سمو الأمير. أنا عندي تساؤل بسيط إذا تسمح لي. قبل يعني لما كان في نقاش متواضع بيني وبينك حول جانب التوحيد والعقيدة الإسلامية، قبلها أن القرآن العظيم يهذب الإنسان في جميع أمور حياته، صحيح؟ صحيح. أنا ودي فقط لمحة عن أيضا الفقه والأمور الفقهية، هل لها ارتباط في موضوع التهذيب أو لا؟ ودي أسمع وجهة نظرك حول هذا الموضوع. أنا أفهمه كإنسان بسيط في الاطلاع أن الفقه له أثر جدا عميق في موضوع التهذيب هذا، ممكن توضح لي رأيك في هذا الجانب إذا أي نعم، سمحت؟ تفضل. كثير أخو حسام من العقائد الأخرى أو الديانات الأخرى، مثلا خلنا نأخذ النصارى، يعني كثير منهم يدخلون الإسلام وإذا سألتهم عن السبب يقولون نذهب إلى الكنيسة ونسأل الراهب عن بعض الأمور لا يستطيع الإجابة عنها. لكن الحمد لله ومن فضل الله عندنا في القرآن، القرآن يجيب لنا عن الأمور العظيمة في الحياة التي يتساءل عليها كل شخص. مثلا من أين أتينا؟ من خلقنا؟ ماذا سيحدث بعد الموت؟ هذه ترى أسئلة يعني تجعل الملحدين والمشركين الذين لا يهتمون بالدين في هذه الدنيا تجعلهم في تخبط وفي حيرة عظيمة. القرآن بآياته العظيمة التي يسرها الله سبحانه يبين لنا هذه الأمور وتسهل لنا. خلق الخالق والله، ولقد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن نعلم بالقرآن من أين، من الذي خلقنا، وما الغرض من هذه الحياة. حتى أنت ذكرت نقطة مهمة، حتى في الفقه يعني القرآن والسنة والشريعة الحمد لله لم تدع أمر إلا بينت. وتجد المفتين الآن، مفتي العام المملكة حفظه الله وغيره من المفتين، يجاوبون الناس على أسئلة كثيرة فيها تفاصيل قد تكون يعني يصعب إحصائها، ومع ذلك تجد الإجابة الشافية التي تجعلك تسير في هذا الحياة وأنت تعلم أنك تسير على نور وعلى هداية. ويعني هداية فقط أو إرشاد بسيط في القرآن، الله سبحانه أمرنا في سورة الفاتحة أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة في القرآن، ولو حسبت عدد الركعات في الفريضة إضافة إلى النوافل تجد أن الإنسان يقرأ سورة الفاتحة في اليوم أكثر كثير، يعني لا تكاد تحصى. وفيها قول الله سبحانه بعد الثناء عليه وبعد الاعتراف له جل في علاه: اهدنا الصراط المستقيم. قد يتساءل سائل يعني يقول طب الحمد لله الله هدانا للصراط المستقيم، فلماذا كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم؟ الغرض والله أعلم كما قال أهل العلم، المقصود الثبات. اللهم زدنا هداية وثبتنا على هذه الهداية إلى الصراط المستقيم. ثم بين الله من هم الذين أنعم الله عليهم في آية أخرى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. المقصد الله يحفظك، من سار على القرآن ومن تلا القرآن وتدبره تجده يسير على نور وهداية وسعادة في كل شؤون الحياة حتى في تفاصيلها الأخرى. فأسأل الله أن يوفقنا وإياك ومن يسمع ومن نحب للعمل بهذا القرآن، ويجعلنا من أهله الذين هم أهل الله وخاصته. آمين يا رب العالمين. وهذا يقودنا سمو الأمير إلى فيما يخص الثبات على الإيمان والثبات على الحق، وأيضا اليقين العميق بوجود الله سبحانه وتعالى وتعزيز الإيمان به. وهناك كثير من الآيات حول هذا الجانب، فودنا أيضا نسمع وجهة نظرك حول موضوع التثبت والثبات على الإيمان. نعم، وهذه نعم. يا أخوي حسام يعني يكثر السؤال عنها، ويخشى المؤمن على نفسه يعني في كل وقت وفي كل زمان أن 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 يحول أو أن يزيغ قلبه. حتى أن يعني الراسخون في العلم في سورة آل عمران علمنا ربنا عز وجل أن دعاءهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأنا أقول، وقال أهل العلم قبلنا يعني أنا أنقل عنهم، أن لا شيء أعظم من يعينك على الثبات على الحق مثل القرآن، ومثل استماع آياته، ومثل تدبره والعمل به. قال الله عز وجل عن أهل الإيمان: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال ربي عز وجل في آية أخرى عن القرآن: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وفي آية يتضح
كيف يكون القرآن مثبتا لك في أيامك كلها. يقول الله سبحانه في القرآن: وقالوا لولا نزل عليه القرآن، يقول أهل الكفر، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله بعدها، أجابهم: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أنا سأذكر مثل أخوي حسام يتضح به المقال. فلنفترض أن القلب مثل النبتة، والقرآن ومعاني القرآن وهداية القرآن مثل الماء الذي يسقي به النبتة. فلو فرضا أن عند أي واحد مننا نبتة أو شجرة ثم أراد أن يسقيها مرة في الأسبوع، يعني مثل كل جمعة، أو قال سأسقيها شهر في السنة رمضان فقط، هل تعتقد أن النبتة ستزهر وتكبر وتثمر؟ لا أعتقد. لكن إذا تعاهدها بالسقي فسقاها كل يوم، كل يوم وليلة يسقيها ويتعاهدها، فستنبت وتثمر. هكذا القرآن مع معاني القلب، مع معاني القرآن، كما بين ذلك والله أعلم الشيخ السعدي أو أحد المشايخ. لذلك الله سبحانه لم ينزل القرآن جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كذلك لنثبت به فؤادك، أي نزلناه متفرق عبر السنين منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 40 سنة إلى أن توفي عمره 63، 23 سنة، والقرآن ينزل مفرق ليثبت الله به فؤاد نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الثبات فليجعل له كما بينا في بداية المساحة وردا من القرآن يوميا، فهذا والله مورد عظيم للثبات. وكما قلنا لو وجهين ثلاثة أربعة، المهم أنك لا تحرم نفسك من اطلاع على القرآن وتلاوة آياته يوميا، والله ستجد أثر ذلك ثباتا في القلب وسعادة واطمئنان في النفس، وأيضا سكون للهلع الذي يجده الإنسان أحيانا، وتجد الأمور كلها تيسرت. وأذكر مقولة لأحد المشايخ يقول: من حافظ على أمر الله بالقرآن والصلاة أقام الله له كل أموره. فنسأل الله أن يعيننا وأن يوفقنا لتعاهد هذا القرآن، وأن يثبت به قلوبنا، وأن يرزقنا به السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم آمين يا رب العالمين. تسمح لي ضيفنا العزيز، كل أنا المفترض يعني خلينا أقول منظم حوار وأحاول أني أنقل المحاور، بس والله يا جماعة الخير أنا كان لي تجربة مع آيات في رمضان لو تذكروا، أدرت سلسلة من المساحات الرائعة. من أثر هذه المساحات علي أني أنا إنسان يا سمو الأمير كنت مقصر جدا 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 يعني في قراءة القرآن بشكل يومي، ولي فترة أخذت عهد على الأقل أني أقرأ لو صفحة واحدة في اليوم من القرآن. صراحة صراحة سبحان الله أمور كثيرة اختلفت على الصعيد النفسي، على الصعيد الاجتماعي، على صعيد الراحة النفسية، خوفي من بعض الأمور المستقبلية. أنا قلت أقول هذا الكلام بعد إذنك سمو الأمير، لأن فعلا وجدت تأثير إيجابي، لعل وعسى أحد يسمعني قد يكون عنده تقصير في هذا الجانب ويكون كلامي نور له. طيب سمو الأمير، إن الذين تفضل تأكيدا لكلامك يا أخو حسام، أيضا يعني أنا أقولها عن نفسي أيضا، إذا مر علي أيام وزاد من تلاوة القرآن، أو يسر الله باستماع حتى الخير من المحاضرات والتذكير والدروس العلمية، سبحان الله تجد الصلاة تسهل من يوم يسمع المؤذن الإنسان يقوم، تجد أعمال الخير تسهل عليك من الإنفاق والصفح وقول الخير للناس وأمور كثيرة. وسبحان الله إذا جرب الإنسان وانقطع عن الخير سواء عن القرآن أو عن استماع المحاضرات أسبوع أسبوعين، يجد أن التكاليف بدأت تثقل عليه، الصلاة ومنها الصيام حتى النوافل رمضان أو النوافل أو غيرها من الصالحات، ومن جرب علم. لذلك كل يعني لا تترك نفسك من الخير، وايضا نعلم ان هناك عدو يرانا ولا نراه، وقد حذرنا الله سبحانه: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والشيطان اذا وجد البيت في حراسه قويه، هو مثل يعني الذي ياتي للسرقه، فان وجد فيه حراسه قويه لم يستطع ان يسرق شيء. كذلك القران، كذلك الشيطان اذا اتى لقلب مؤمن محصن بالقرآن يوميا ويسمع المحاضرات ويحيط نفسه بدروس العلمية لا يستطيع أن يوسوس، وكل ما وسوس تعوذ بالله من الشيطان وجاء القرآن والآيات والصلاة فيخنس القرآن ويذهب بعيدا، يخنس الشيطان سبحان الله. نعم
نعم، أنا صراحة رسم الأمير وجدت يعني، وبعدين على فكرة يمكن أول يوم ثاني يوم تلقاها ثقيلة، ثالث يوم تبدأ تخف، بعدها تصبح عادة وشيء جميل يعني، شيء تستمتع فيه حقيقة. أنا هذه عن تجربة شخص مقصر جدا كان في هذا الجانب. طب سمو الأمير، إن قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دائما في القرآن نجد يعني دفع للإنسان في عمل الصالحات والأعمال الصالحة. ما مدى ارتباط الإيمان بالعمل الصالح؟ وكيف أن القرآن الكريم يرشدنا إلى هذا العمل؟ ودي أسمع منك حول هذا الموضوع إذا ما عليك، نعم، تفضل. هذه يا اخوي حسام لفتة عظيمة. يعني سبحان الله، لا تكاد تجد لفظ الإيمان في القرآن إلا وتجده مقرون بالعمل الصالح، مثل الآية التي ذكرت، وأيضا قول الله: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وفي سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة، وغيرها من الآيات. تجد الإيمان يأتي بعده مباشرة عمل الصالحات، وهذا يدل كما قال أهل العلم أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، لا كما يقول بعض المبتدعة أن الإيمان قول فقط وأنه يستطيع فعل ما أي شيء، بل إن العمل الصالح يصدق الإيمان الذي في القلب. والعمل الصالح أخي الحبيب وأخواني من يسمع من الكرام، العمل الصالح ليس فقط المقصود به الصلاة والصيام والحج، بل العمل الصالح بمفهومه العام الشامل الذي يشمل كل خير فيه نفع للأمة، وكل عمل صالح أراد الإنسان به وجه الله والدار الآخرة، وأراد أيضا الإصلاح في الدنيا، سواء في مجال الطب أو الهندسة أو الاختراع أو غيرها من الأمور الأخرى. وسبحان الله، لا أزال أتعجب يا أخوي حسام أن يعني إذا الإنسان تأمل الآيات في القرآن التي تثني على الذين يؤمنون بالغيب. طبعا الإيمان بالغيب، كل مؤمن يؤمن بأركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذه كلها غيب. لذلك الله سبحانه أثنى في القرآن في أول السورة، سورة البقرة: هدى للمتقين، القرآن هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وأنا يعني أستغرب لو أتينا بشخصين وقلنا للأول أنك إذا عملت صالح ستجد نفعه في هذه الدار فقط، ستعيش 60 70 80 سنة 90 سنة، وأتينا للثاني وقلنا: لا، إذا عملت عمل صالح ستجد أثر الخير في الدنيا، وستجد أثر أيضا في دار بعدها، دار عظيمة فيها خلود في النعيم لا انقطاع فيه، من الاثنين المفروض أنه يسابق إلى الصالحات ويسابق إلى الطاعات ويسابق إلى الاختراعات وإلى العمل الذي ينفع الناس في الدنيا؟ أكاد أجزم اللي وعد بالخير في الدار، في هذه الدار والدار التي بعدها. أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أن الكافر إذا عمل عملا في الدنيا، عمل حسنة في الدنيا، جوزي بها طعمة من الدنيا. وهذا دليل على عدل الله جل في علاه، لأن الكافر لم يرد بهذه الحسنة الدار الآخرة، وإنما أراد الصيت والذكر وأن يذكر قد أمام الناس. وتجد كثير من المخترعين من الكفار وغيرهم بعد ما يموتون توضع لهم التماثيل وكذا، أرادوا هذا في الدنيا، فيعطيه الله سبحانه من شاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما المؤمن فإذا عمل حسنة فإنه يجازى بها في الدنيا مع ما يدخره الله له من الخير يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك والله يعني أكاد أجزم أن أمة الإسلام والمسلمين والمؤمنين الأحرى أنهم يكونون هم السابقين إلى الأعمال الخيرة، الأعمال الخير في الدنيا والآخرة، من سواء من العبادات الصلاة والصيام أو حتى من الاختراعات والإنجازات، لأنهم موعودون من الله جل في علاه أنه لا يضيع أجر من أحسن عمله. قال الله وسبحانه، الله جل في علاه وعده لا يخلف، قال: إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وغيرها من الآيات. فأسأل الله أن يعيننا على استحضار هذه المعاني، وأن يجعلنا ممن عمل صالحا. وأذكر يعني أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ارتباط الوثيق بين الإيمان وبين العمل الصالح. من الأحاديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه كلها دلالة
أن من جاءك وقال الإيمان مثلا يحافظ على الصلاة أو يحافظ على الخير، ثم تجده مثلا يسيء الكلام مع الناس، أو يغدر، أو يوعد ويخلف، أو يكذب، يكثر الكذب، هذا ما فهم الإيمان على الحقيقة. الإيمان إذا ما ظهر في من القلب، ثم يقول الإيمان في القلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فإذا القلب هذا اللي في صدرك صلح، فلا بد وأن يظهر صلاحه على الجوارح، بالصدق على اللسان، وبالعف عن الحرام، وبالخير، وقول الحسن للناس. فهذه نقطة مهمة، الله يحفظك، وأسأل الله أن يعيننا على ذلك. اللهم امين. وعلى ما اعتقد سمو الامير، اذا كان اعتقادي خاطئ يا ريت تصحح. يعني في مثلا وقل، قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. وايضا في سوره قاف: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. استشعر ان لابد نعزز في انفسنا حقيقه هذه الايات ومدى ان الله سبحانه وتعالى قريب وان الله سيرى اعمالنا. فبالتالي يصبح الانسان في عنده مراقبه عاليه جدا ومراقبه ذاتيه عاليه جدا في اقواله وافعاله حتى يصل الى الجزاء من الله سبحانه وتعالى تجاه العمل الصالح صحيح. المقدم منه كإنسان. وأيضا نعم. يا أخوي حسام نقطة، احنا دائما يعني نذكر رقابة الله سبحانه وحفظه للأعمال، قد يكون أحيانا نذكرها في مجال الخوف من الله، وهذا صحيح. والقرآن دل على أن المؤمن يجب أن يسير بجناحي الخوف والرجاء مع الحب، لكن أيضا في استحضار مراقبة الله لك في جانب رجاء عظيم. إذا الله سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم: توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إذا خلوت في غرفتك في آخر الليل وقمت وصليت ركعتين وأوترت، لا يراك فيها أحد، استشعارك أن هذه الركعات رآها الله وحفظها لك وسترى أجرها يوم القيامة. الخطوات التي تخطو إليها المسجد في ظلمة الليل في العشاء أو الفجر أو غيرها، الدمعة التي سالت من خشية الله في مكان لا يراها فيها أحد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهم النار يوم القيامة، عين باتت تحرص في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. هذه الأمور وهذه الطاعات، نفقة أنفقتها لا يعلم يمينه ما أنفقت، لا يعلم شماله ما أنفقت يمينه، أخفاها عن الناس لا يعلمها إلا الله، وتجد لهذه الأمور التي تخفى ولا يراها إلا الله، تجد أجرها أعظم من الطاعات التي قد يراها أحد. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا فبصرت عيناه، ورجل أنفق نفقة لم فأخفاها. فهذه الأمور واستحضارها، وأن الله سبحانه لن يضيع عنده شيء، حتى وإن تعبت في بعض الأمور، وحتى بل الأجر على قدر المشقة. من يقوم لصلاة الفجر وهو يجاهد نفسه ليذهب للصلاة في المسجد مع المسلمين، والأمر شاق عليه، غير اللي يقوم بسهولة، وكلهم لهم أجر، لكن هذا يجاهد ويعلم الله سبحانه جهاده، ولن يضيع والله عند الله شيء. شعورك أن الله يحفظ لك أعمالك كلها، والله يجعل القلب في سعادة لا يعلمها إلا الله. جميل جدا، جميل جدا. طيب إذا تسمح لي سمو الأمير، فقط قبل أن أنتقل للمحور الآخر، هو بالنسبة لي شوي حساس، بس ودي أشيء أرحب بجميع المنضمين لنا، 340 إنسان، شكرا لوجودكم. يا ريت تشرفونا بمتابعة حساب مؤسسة آيات الوقفية، هي مؤسسة مسجلة في الهيئة العامة للأوقاف برقم 2978. يا ريت تتابعوا الحساب، في محتوى رائع وراقي يليق بكم، وإن شاء الله كل فترة يكون في ضيف رائع مثل ضيفنا اليوم، الله يجزاه الخير على قبول الدعوة. الأمر الآخر، لو ما عليكم أمر الزائد اللي في الزاوية تضغطوا عليه، خلونا نغرد في المساحة بحيث أن يكون في عدد أكبر يستفيد، ومتبقي عليها ما يقارب النصف ساعة وتنتهي. فودنا تضغطوا على الزائد اللي في الزاوية على اليسار، وإذا كان التطبيق عندكم بالإنجليزي على اليمين، أكون لكم شاكر ومقدر. سمو الأمير، معلش أنا عندي هذا المحور يعتبر من المحاور الحساسة نوعا ما، قد يراها البعض محور عادي جدا، الشفاء من الأمراض الحسية والمعنوية. قال الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وأنت كإنسان سمو الأمير تعلم جيدا مدى أهمية الطبيب في حياتنا، وألاحظ دائما في أشخاص كثير مثلا مرضوا أمراض
كبيرة ونشرت مقاطع لهم أنه ما راح الطبيب ولكن كان شفاء عبر القرآن. وأنا حقيقة المفروض أني ما أقول هالشيء، أنا أختلف معهم، ودي أسمع سمو الأمير حول هذا الجانب، متى القرآن فعلا يكون شفاء حسي ومعنوي، ومدى أهمية الطبيب في حياتنا. تفضل سمو الأمير، الله يحفظك. نعم أخوي حسام، نعم هذه يعني هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، لكن لنؤصل أولا الأمر ليتضح ثم نفصل بإذن الله. الأصل أن الله سبحانه وصف هذا القرآن بأنه شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء كما قلت، وقال الله سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. فالقرآن شفاء، شفاء لأمراض الروحية النفسية، شفاء لأمراض البدنية. يعني أنا أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لدغ، سيد القوم الذي لدغ من عقرب، جرى السم، السم جرى في عروقه وفي دمه، ثم أتاه الصحابي في القصة المشهورة وفي الحديث الصحيح، فرقاه وقرأ عليه سورة الفاتحة، فقام كأنما نشط من عقل، قرأ عليه سورة الفاتحة. يجب هنا يا أخوي حسام، هنا يتميز المؤمن من غيره. من لا يؤمن بالغيب ولا يؤمن إلا بما يراه، قد لا يسمع هذه الأمور لا يؤمن فيها، لكن هنا ميدان التنافس، هنا تختلف الدرجات العلا في الجنة، هنا يتبين أهل الله والمؤمنون حقه. إذا أتانا آية صحيحة أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعرض على العقل بل تعرض على القلب ويؤمن بها. إذا عرفنا الحكمة بعدها زدنا إيمانا، وإن لم نعرف فنحن على الإيمان الأول. قرأ عليه سورة الفاتحة فشفي من السم، وهذا مرض بدني. فالقرآن شفاء أيها الحبيب من الأمراض كلها. لكن نقطة مهمة، هذا لا يعني أننا لا نذهب إلى الطبيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي وتداوى، ولا يعني أننا نترك الأطباء، ولا يعني أيضا حفظك الله أن إمام المسجد وحافظ القرآن والملتزم والذي لا يدع الصلوات أن لا تجيه الأمراض النفسية أو الأمراض الروحية أو غيرها. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى العبد على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. بل إن المؤمن كلما ازداد إيمانه قد يزاد عليه البلاء لما له من الدرجات العلى في الجنة. وها هم الرسول صلى الله عليه وسلم وضع له السم وسحر. لكن نقطة مهمة، أن من كان أقرب إلى الله وكان القرآن في قلبه، كان يحافظ على الصلوات، هو أقدر بإذن الله وبرحمة الله إذا داوى نفسه بالأدوية الحسية، وأيضا قبلها ومعها وبعدها بالرقية الشرعية، يقرأ على نفسه ويحافظ على الصلوات ويقرأ القرآن، هو والله أعلم أقدر من غيره من هو بعيد عن القرآن على الخروج من هذه الأمراض بسرعة والاستشفاء منها سريعا. وهذه نراها في من حولنا، لأن القرآن شفاء. يعني لعلي أذكر قصة جميلة يعني عرفتها من صديق بدون ذكر أسماء. كنت في يعني عزيمة الأسبوع الماضي، صديق عزيز وغالي ولده أصابه السرطان في الدم لمدة 5 سنوات، وكان في يعني أصابه عمره 13 سنة، والحمد لله شفي شفاء تاما بفضل الله. فجعل عزيمة وعزمنا كلنا فرحا وحمدا لله على شفاء الابن. فسبحان الله رحت وحرصت أني أتحدث مع الأب، وأيضا الابن ما شاء الله الآن في ثالث ثانوي، يسأل الله أن يوفقه ويسعده. وجلس معي وتكلمت معهم كلهم، يعني أكدوا لي تأكيدا تاما أن مع الخط العلاجي اللي احنا ماشيين فيه في المستشفى، كان للرقية والآيات القرآن دور عظيم في ثباتنا وفي راحة طمأنينتنا وفي شفائنا. ولا عجب إذا الله سبحانه قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. والآن كل الدراسات تقول أن الحالة النفسية والمعنوية وارتفاع المعنويات للمريض بأي مرض، سواء مرض صعب أو مرض يسير، الحالة النفسية والمعنويات المرتفعة وحسن الظن بالله والتفاؤل يساعد في الوصول للشفاء مبكرا.
حتى أنه يقال أن الدكاترة الأطباء المسلمين الأواعل كانوا إذا أتى لحالة مستعصية يخرجون من الغرفة ويجعلون الباب مردود ويتكلمون وهم يعلمون أن المريض يسمع، فيحدثون بعض ويقولون لا إن شاء الله سيشفى، أمره سهل، العلاج سهل بإذن الله، وهم يعلمون أن العلاج مو سهل، لكن يريدون أن يبثون التفاؤل في قلبه. وأي كتاب أعظم من غرس التفاؤل من القرآن؟ يقول الله سبحانه سيجعل الله بعد عسر يسرا، يقول الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يقول الله الذين قالوا لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله. أحيانا يكون الذنب والوقوع في الذنب سبب لبعض الرهبة والأمر والضيقة النفسية، فإذا علمت أن الله سبحانه يغفر الذنوب جميعا ينشرح صدرك ويطمئن قلبك، إذا علمت أن الله سبحانه حتى لو أسرفت على نفسك، أن إذا علمت أن المتقي قد يقع في الأمر وفي الذنب لكنه يسرع بالعودة إلى الله، إذا علمت أنك لو أذنبت أي ذنب ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقوم تتوضأ فتصلي ركعتين يستغفر فيهما لذنبه إلا غفر الله له، يقينك بهذا إذا فعلته لا تقول وانت صادق لا تقول يمكن يغفر لي، لا خلك جازم، الله سبحانه يحب. وهذا يا أخي حسام الرقية الشرعية، آخر أمر أختم بهذه النقطة، أن الرقية الشرعية تختلف من شخص لشخص، مثل يقولون السيف بضاربه لا بحده، يعني السيف إذا كان في يد ضعيفة حتى لو كان حاد ما يقطع، لكن إذا كان في يد قوية فالقرآن لا شك والرقية الشرعية أنها مؤثرة لا شك في ذلك، لكن إذا كان اللي يرقي بها بيقرأ على نفسه آية الكرسي والفاتحة وهو متشكك أن هذه ستكون شفاء له أو لا، كيف يشفى بها؟ يجب أن يكون للمريض أو غيره أو من يريد الرقية يجب أن يمتلئ قلبه بيقين أن الله سبحانه قال أن القرآن شفاء فهو شفاء خلاص، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الفاتحة رقية إذن هي رقية خلاص لا تجادل، وإذا رقيت نفسك وكثيرا ولم ترى أثرها فاتهم نفسك أنت المقصرة، نتهم أنفسنا المقصرية مقصرة، قد يكون غفلة عن طاعة، قد يكون ذنب نسينا من التوبة منه هو الذي يحول بيننا وبين ذلك، لكن الأهم واليقين عندنا كمؤمنين جميعا أن القرآن كما قال ربي عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. سبحان الله. طيب سمو الأمير، لما يعني ذكرت قصة الأب اللي كنت ضيف عندهم قبل فترة، وأكيد لما ابنهم تعب طبيعة الإنسان وفطرته الهلع، يعني في الخوف وفي الهلع وفي التوتر في كل حال من الأحوال، وأعتقد القرآن له دلالات في داخله دلالات كثيرة حول هلع الإنسان وكيف أنه يكون فيه سيطر على هذا الهلع، ودي لمحة بسيطة من قبلك حول هذا الموضوع. تفضل. صحيح الله يحفظك. وأيضا نقطة في الابن هذا اللي جلس معه، سبحان الله الفترة اللي مر عليها هذبته وصار أكثر نضج، يعني حتى أنا جلس جنبه وسألته قلت لو سألك أحد عن الفوائد من هذه الرحلة العلاجية اللي مرت فيها، قال يعني ما عاد صارت الأمور الصغيرة، الأمور اللي صاروا يعني قد يتضاربون أمامي عليها في الدنيا صارت يسيرة بالنسبة لي، صرت أطمح للأمور العالية ما أنظر إلى التوافه. فأيضا وأخوك من يسأل أحيانا كيف نصل إلى اتزان القلب، كيف يذهب عنا الهلع اللي نجده أحيانا، هذه والله وصفة قرآنية بآيات واضحة والله لا تحتاج إلى شرح، يقول الله جل في علاه إن الإنسان خلق هلوعة. على فكرة حسام وإخواني الكرام، ترى طبيعة النفس الإنسانية ما هي سليمة، ما هي يعني لو تركت بدون وحي وبدون قرآن وبدون سنة لن تسير على الصراط المستقيم. ذكر الله في القرآن بيّن لنا أن النفس الإنسان خلق هلوعة وأنه عجول وأنه ظلوم، لكن ليه؟ لأن الاختبار الحقيقي من يهذب هذه الأخلاق ويلجم هذه النفس بالإيمان الصادق وبالعمل بالقرآن وبالعبادة والطاعة، لذلك الله سبحانه قال هنا إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة، يمكن هذه اللي تذكرها، إذا مسه الشر التعب المرض أو غيرها أو فقد جزوع، وهذه طبيعة الإنسان، إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة. طيب ما الحل؟ إلا المصلين،
طيب كل المصلين؟ لا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم أخذ القرآن يفصل، ثم في آخرها قال على صلاتهم يحافظون، يعني يداومون على القرآن ويحافظون على خشوعها وأركانها وواجباتها. هؤلاء من يجعل من يكون القرآن الصلاة لهم طمأنينة للقلب، فلا يجد هذا الهلع، وحتى إن وجده وجده شيء يسير يستطيع التغلب عليه بسهولة، لأن الإنسان ضعيف قد تأخذه النوازع يمنة ويسرة، ولكن الصلاة والحفاظ عليها كما قال الله جل في علاه، وكما قال ذكرت قبل قليل أن الشيخ أظنه الشيخ محمد المختار الشنقيطي يقول من يعني من أقام أمر الله الصلاة حيث أمر الله في المساجد أقام الله له كل أموره. فلذلك يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حفظك الله. سمو الأمير، أنا حقيقة دائما أقف عند هذه الآية، وإذا مسه الخير منوعا. نعم معلش أنت مريت عليها مرور سريع، يعني الآن إذا مسه الشر جزوعا واضحة بالنسبة لي، ودي أسمع يعني مفهومها بشكل أدق، وإذا مسه الخير منوعا، وبعدها ننتقل إلى موضوع اطمئنان القلب وزوال الهموم، لأنه مرتبط هذا المحور بهذا، نعم فممكن لمحة سريعة؟ تفضل. نعم النفس أخي حسام خلقت تحب المال، وتحب يعني نفسها أكثر من غيرها. قال الله سبحانه وأحضرت الأنفس الشح، وفي طبعها الشح. قال الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأذكر أحد الصحابة كان يطوف بالكعبة ولا يدعو إلا بهذا الدعاء، اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. فحين سئل عن ذلك قال أنا أريد الفلاح، والله سبحانه قال ومن يوق شح نفسه. فالإنسان إذا أصاب الخير يكون منوع، هذا فطرة، هذه يعني طبيعة في الإنسان. لكن من يستطيع أن يتغلب على هذا؟ من يستطيع أن يعني يجاهد نفسه؟ من يصلي ويحافظ على الصلوات تجده يستطيع أن يتغلب على هذا الشح وهذا البخل. والشح سبحان الله في معنى أعظم من البخل. البخل أن تبخل بما عندك، الشح أن تتطلع لما عند غيرك وتريده أن تأخذه ويكون لك. لكن من يحافظ على الصلاة يجد نفسه، وأيضا القرآن. وأنا أقول يا أخوي حسام والإخوان جميع الكرام، سبحان الله يعني من جعل له ورد يومي تأتيه آيات يعني تغصبه غصب على الكرم وعلى الإنفاق وعلى القول الحسن وعلى الخير. فيأتيه قول الله سبحانه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، يأتي قول الله سبحانه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أيضا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، وغيره من الآيات. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. تخيل هذه الآيات تمر عليك، من يختم مثلا كل شهر، كل شهر تمر عليك هذه الآيات، لن تجد للبخل ولا للشح في قلبك، وإن وجدته فتستطيع يسير، تستطيع أن تتغلب عليه وتقبل على الصالحات. وقد قال الله سبحانه في القرآن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ثم قال الله سبحانه والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إذا جاء الإنسان يتصدق أو معه خير وبخل به أو شح به، يتذكر هذه الآية أن الشيطان هو اللي يعدك الفقر، يقول لك ترى إذا انفقت تراك بتصير فقير، ثم يتذكر أن الله يعده الفضل والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، ثم يتساءل مع نفسه أنا أصدق وعد الشيطان أم وعد الرحمن جل في علاه، فتجده يبذل. لكن من الذي يستطيع؟ يستطيع الذي يحافظ على الصلاة يوميا في أوقاتها وبخشوعها وفي المساجد، يستطيع اللي جعله ورد يومي من القرآن، هذا كله يساعده على التغلب على النفس. وأعتقد أيضا ما تفضلت به سمو الأمير له علاقة في، أنت عارف الإنسان طبيعة الحياة فيها الهموم والغموم، ودائما نبحث عن كيف يصل القلب إلى مرحلة الاطمئنان العالية، فودنا أيضا يعني لمحة سريعة حول هذا وتربطها فيما سبق حول وإذا مسه الخير منوعا. نعم مثل ما ذكرنا يا أخوي حسام، الذي خلق القلب وحركه وجعله ينبض وأجرى الدم في عروقه هو أدرى جل في علاه بالشيء الذي يطمئن هذا القلب، ولا بعد يعني ما في بعد هذه الآية مقال. قال الله ألا بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
صدقني يا أخوي حسام، من يحافظ على الذكر في أوقاته كلها تجده دائما يذكر الله في أحيانه كلها، تجده يوميا يذكر الله سبحان الله وبحمده 100 مرة، واستغفر الله 100 مرة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة. وكل ذكر من هذه الأذكار له فضل خاص. النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو عليه الصلاة والسلام كان يحسب له في المجلس الواحد أن يستغفر ويتوب إلى الله أكثر من 70 وأكثر من 100. وقال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. من يكثر من ذكر الله لا يجد الهم في قلبه مكان، وحتى وإن وجد وهو طبيعة، يعني الإنسان هذه طبيعته، سرعان ما يزول بذكر الله. لذلك نقطة مهمة أخوي حسام، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عظيم: ما من عبد أصابه هم أو غم ثم قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن، تأمل، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بأن يجعل الله القرآن هو الذي يزيل الهم عن قلوبنا، ولم يجعل مثلا المال أو المنصب أو الزوجة أو الأبناء أو الأمور الدنيا الأخرى. ليه؟ لأن كل أي شيء تتعلق به في الدنيا فهو زائل. تتعلق بولد قد يموت، بزوجة قد تذهب، بمال قد تخسره، لكن القرآن أمام عينك ولمن يحفظه في ثنايا صدرك. فكل ما أشعرت بهم، وأنا يعني جربته وأنصح كل أحد، في أي يوم كنت مهموم هم كبير، أذهب إلى أحد المساجد اللي ترتاح لها، وكل المساجد مريحة وكل مساجد بيوت الله جل في علاه، وأذهب صلي المغرب ثم أجلس في المسجد إلى صلاة العشاء وأقرأ القرآن واذكر الله جل في علاه. صدقني ستدخل بقلب وتخرج بعد العشاء بقلب آخر. ولمن يسمعنا من أخواتنا، تجرب أن تقضي ساعة مع ذكر الله والقرآن في البيت، صدقني القلب اللي قبل الساعة غير القلب اللي بعدها. بكرة بجربها، بكرة بجربها سمونا. اي والله برسل لك بقول لك ايش الاحساس اللي وصلت. الله يجزاك خير، اثرت فيني في هذا الجانب، وان شاء الله بكره يعني يكون لي تجربه واعطيك. طيب بعد اذنك سمو النبي، بس عندي تنويه بسيط. شكرا للي شرفونا في المساحه، ممتنين لوجودكم مع ضيفنا العزيز سمو الامير سعود وعبر مؤسسه ايات، وارجع اذكركم بمتابعه حساب المؤسسه، وان شاء الله دائما نقدم محتوى راقي يليق بكم. وايضا سمو الامير ضيفنا ما يحتاج يعني المعروف لا يعرف، ضيف عزيز وغالي، ودائما تغريداته فيها اشياء مؤثره وجميله، ومنه نتعلم ونستفيد، ومنكم ايضا. يعني مثل ما تفضل سمو الامير، كلنا في هذا المكان نتعلم من بعض ونستفيد من بعض، وكلنا مقصرين، ولكن نجتهد الى تثقيف انفسنا والى تذكير انفسنا. الله يسعدكم سمو الامير. انا الاحظ دائما الاشخاص اللي اصادفهم في حياتي، منهم الصديق، منهم احيانا تكون علاقات عامه، اللي يكون حافظ للقران بشكل خاص او القارئ الدائم للقران، طريقة كلامه مختلفة، حديثه مختلف مع الآخرين. ممكن أنا شخص هذا ما أعرفه، لكن أشعر بلباقة عالية جدا وتهذيب عميق. ودي أعرف السر في الموضوع. هل القرآن له تأثير على أن الإنسان يكون مهذب في حديثه على سبيل المثال أو لا؟ ودي أسمع من قبلك حول هذا الموضوع. تفضل. حفظك الله يا أخوي حسام. القرآن سبحان الله يهذب النفوس والأخلاق في كل الأخلاق، في كل الأمور التي يعني تمر عليك في حياتك. مثلا خلنا ناخذها يعني كأمثلة سريعه في الصدق. يقول الله سبحانه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول الله جل في علاه: ها قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ايضا في الامانه ياتي قول الله سبحانه: ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كلوا وزنهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. في القول الحسن يأتي قول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وقولوا للناس حسنا. في العفو والصفح: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. في الوفاء: أعظم الوفاء على الإطلاق بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يعني تخيل يا أخوي حسام أن حافظ القرآن تمر به هذه الآيات أكثر من غيره،
ويحفظها ويتدبرها، وقد يكتب معانيها. يعني وإذا كانت نية طيبة أنه يريد بهذا العمل القرآن، فتخيل أنه يعمل بهذه الآيات دائما. طبيعي أنه يكون شخص استثنائي، شخص مميز بكل ما تحمل الكلمة من معنى، في كلامه، في أسلوبه، في حضوره، يفقد إذا غاب، ويستمتع بكلامه إذا حضر. وهذه نجدها في الشباب اللي يصلون مثلا إلى ثالث ثانوي أو الجامعة. تجد اللي تخرجوا أو اللي كانوا مواظبين على حلقات التحفيظ مقارنة بغيرهم، تجد فرق كبير على الأقل في أمور كثيرة، وخصوصا أيضا في اللغة. تجد المفردات، اللسان قومها القرآن، فتجد الفصاحة وتجد المفردات العظيمة. وأذكر يعني في دراسات أنا ما أستحضرها الآن، لكن قارنوا بين المفردات اللي تمر على الإنسان في دراسته العادية في المدارس إلى الثانوي، وجدوها ما أدري يعني، هذه فقط ضرب الأرقام أمثلة فقط، قد تكون يمكن 2000 3000 أقول. فوجدوا أن القرآن، أن من يحافظ على دروس القرآن مع الدراسة، تجد أن المفردات اللي مرت عليه وحفظها واستذكرها أضعاف أضعاف ما يجده اللي درس فقط في الدراسة النظامية، لأن مفردات القرآن عظيمة. وهذا شيء يسير يعني من فوائد القرآن على النفس وعلى الروح وعلى القلب. جميل جدا، وانا لاحظتها بشكل كبير جدا، حتى يعني يمكن احيانا الاحظها على نفسي في الفتره اللي اكون مركز فيها في القراءه، القى حتى في انسيابيه في الحديث احيانا، فشيء له مر تاثير جدا قوي صراحه. وهذه ممكن خلينا نقول رساله لبعض الاشخاص اللي ممكن يستغرب ليه فلان عنده فصاحه وعنده القدره على الحديث بشكل جيد، فخلينا نقول جزء من الاجابه هو القراءه الدائمه للقران الكريم، إن كان حفظاً أو كقراءة من خلال القرآن الكريم. طيب، شكراً جزيلاً سمو الأمير حول هذا التنويه فيما يخص ذنوب الإنسان وتعاظمها وكثرتها، وأيضاً المخارج من هذه الذنوب كيف حولها، يعني ودنا نتطرق لها قبل لا نختم مساحتنا حول هذا الموضوع، يعني تعطينا إنارة حولها، بإذن الله. كيف ممكن نجد في القرآن مخرج لنا من ذنوبنا بعد تعاظمها وكثرتها؟ تفضل سمو الأمير. بإذن الله، الله يحفظك يا أخوي حسام. وهذه مهمة كثير من الناس يعتقد أن العمل بالقرآن يعني هو طريق واحد، ما في الأمر فرصة ثانية أو كذا. يعني أعطيك مثال، مثلا الله سبحانه قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. طيب، إذا الإنسان أسيء إليه ثم أساء رد الإساءة، فهذا عمل بالقرآن: وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، اللي عفا، لا، اللي عفا عمل بالقرآن أيضا وأجرها أعظم، لكن كلاهما عمل القرآن. أعطيك مثال بالنسبة للذنوب. في الذنوب الله سبحانه يحث المؤمنين في القرآن على أن بآيات عظيمة تحجز العبد عن الوقوع في الذنب من الأساس، مثل قول الله سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان، أي أنه أراد أن يذنب ثم تذكر مقامه وقوفه بين يدي الله فترك هذا الذنب. أيضا في قوله سبحانه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة، وغيرها من الآيات. هذه تحجز العبد عن الذنب، فمن حجز عن بهذه الآيات عن هذا الذنب فهو في أعلى المنازل وعمل بالقرآن. طيب، وقع الإنسان، وهذه طبيعة كل أحد. لا يعتقد أحد أن في أحد أن هناك شخص معصوم لا يأتي منه الذنوب أبد، مهما كبر في مرتبة العلمية أو صغر، الإنسان معرض للذنوب، كلكم خطاء. طيب، وقع في الذنب، هل نقول خلاص أنت مستحيل تعمل بالقرآن، فاتت عليك؟ لا، يأتي قول الله سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فعمل سوء ثم تذكر هذه الآية فاستغفر، فنقول له: أنت أيضا الآن عملت بالقرآن. تذكر مثلا وقع في فاحشة، وقع في ظلم نفسه، وتذكر قول الله سبحانه في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الله، هم مغفرة ربهم. هذا أيضا لما تذكر الآية استغفر وعاد ولم يصر، فهذا أيضا عمل بالقرآن. قال الله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طيب،
الإنسان نأتي لرجل مثلا، ونسمع بعض الأحيان بعض الشباب الله يهديهم يأتي تقول له يا أخي ارجع إلى الله توب وكذا، يقول أنا مسرف على نفسي، أنا حتى بعضهم استغفر الله يعني يقول أنا في النار خلاص، يعني يأتي القنوط. هل نقول مثل هذا أنك خلاص يطلق عليك؟ يقول الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسرفوا يعني أتبعوا الذنب بعد الذنب بلا توبة، لكن المهم أن تتوب قبل أن يأتيك الأجل، وكل أحد مننا لا يعلم متى يأتيه الأجل، فالناس تموت أحيانا في عمر صغير، ما نضمن أن الإنسان يعيش إلى فترة معينة أو نتوب قبلها. فالإنسان يجدد التوبة دائما، يتوب دائما. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، فما بالك بنا نحن؟ فلذلك هذه نقطة مهمة، أن دائما إذا رجعت في كل الأمور ستجد آية تنقذك بإذن الله وتردك إلى النور وإلى الخير وبإذن الله. أنا أعلم أن الوقت يعني آزف، لكن إن شاء الله في الختام، في كلمة الختام سأبين كيف كان السلف حالهم مع القرآن، وكيف كان جعل القرآن منهج لحياتهم بمثال بسيط بإذن الله. جميل جدا. طب سمو الأمير، ودنا فقط في الجزئية اللي تفضلت فيها حول الإسراف في الذنوب، أحيانا الإنسان يمر بحالات اليأس والقنوط وإلى آخره، ودنا أيضا لمحة سريعة يعني نحاول نختم فيها هذا الجزء اللي تفضلت به قبل قليل حول الإسراف في الذنوب وكيف أي نعم، نتخطاها. الحقيقة كيف ييأس للمؤمن وربه جل في علاه وصف نفسه بأنه واسع المغفرة؟ كيف ييأس والله سبحانه وصف نفسه بأنه خير الغافرين وخير الراحمين؟ كيف ييأس ويسمع قول الله سبحانه: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون؟ وكيف ييأس والله يسمع قول الله يقول لأهل الكفر إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وأيضا يقول لأهل الإشراك يقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ فما بالك بالمؤمن إذا وقع في ذنب؟ فلا يأس الإنسان، بل إن يعني القنوط من رحمة الله، واليأس قد يكون أعظم من ذنبك الذي منعك التوبة. فالإنسان يعود إلى الله وسيجد الله دائما غفورا رحيما، ولو حتى في آية أن سيجد الله غفورا رحيما، ولو أنهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله غفورا رحيما. جميل جدا. سمو الأمير، أنت عارف متبقي على المساحة 3 دقائق، فهل وقتك يسمح بالتمديد لربع ساعة 15 دقيقة إضافية؟ عندي بعض المحاور ودي أطرحها، وإذا وقتك ما يسمح أكيد معذور لأن حصل خلل في البداية تقني في المساحة، فما أدري كيف الله وقتك. يحفظك، لعلنا نمدد قليلا، ما في معنى قليلا. شاكر ومقدر لك. طبعا أنا أخذت الإذن من إدارة المؤسسة الدعايات وشكرا جزيلا. طيب بنمدد المساحة ربع ساعة، وإن شاء الله أيضا الشيخ ناصر إذا وقته سمح بيكون له مداخلة معنا، وإذا ما سمح أكيد هو معذور، ممكن يكون عنده ارتباط محدد يمنعه. على كل حال شرفونا، نقطتين شرفونا بمتابعة حساب مؤسسة آيات الوقفية المضيف، إن شاء الله في محتوى دائم يليق بكم نقدمه راقي، وأيضا ضيفنا العزيز سمو الأمير رجل يعني غني عن التعريف، ودنا أيضا تشرفوه بالمتابعة لأول مرة يدخلوا المساحات في تويتر، ويا ليت نضغط على الزائد اللي في الزاوية تحت نغرد في المساحة، خلونا الربع ساعة هذه ننشر الخير والمعرفة ونتبادل، وإن شاء الله تكون إنها مساحة مذكرة لنا بالخير دائما وتلفت انتباهنا عن أي تقصير يصدر مننا. سمو الأمير، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني هذه الآية أنا شخصيا أقرأها وأسمعها، ويمكن أنا مقصر في البحث وفي فهمها بشكل دقيق، كيف نجمع بين حسنة وفي الآخرة حسنة في الدنيا وفي الآخرة؟ يا ليت نعم، تنوير حول هذا الموضوع، تفضل. البعض يا أخوي حسام يعتقد أن الإنسان إذا التزم واستقام أنه خلاص يترك الدنيا كلها خلف ظهره، وليس له نصيب من السعادة ومن الخير إلا في الآخرة، وهذا خطأ. يعني هذه الآية وهذه الدعوة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ندعو بها، وكان يدعو بها دائما، ترد على هذا الأمر. يقول الله سبحانه: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا عرفنا معناها تبين يعني بطل التساؤل اللي ذكرناه. يقول ابن كثير:
في الدنيا حسنة، حسنة الدنيا المقصود هنا كل خير عظيم يريده الإنسان في الدنيا من رزق وافر وبيت وسيارة وخيرات، وحسنة الآخرة الثبات على الصراط وفي الجنات الدرجات العلى في الجنة والأمن يوم الفزع الأكبر وغيرها. فالمؤمن أولى بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة، لكن قد يبتلي الله سبحانه بعض الناس، بل قد يكرمهم أن يجعل أجرهم كامل في يوم القيامة. لكن الأساس أننا أمرنا بهذه الدعوة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله سبحانه كما ذكرنا أكرم الأكرمين، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء لا تغيضها النفقة، فمن كرمه بعباده. لكن نقطة مهمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه حجرين من الجوع، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الله جل في علاه قادر أن يجعله يسير على الذهب والفضة ويجعل لها القصور. لفته مهمة أن نتبين أن الدنيا هذه ليست دار قرار، وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأن الخير والآخرة خير للمتقين، الدار الآخر خير للمتقين، حتى ذكر في آخر بعض الآيات: أفلا تعقلون. فالإنسان يعني يدعو الله سبحانه بالخير في الدنيا وبالرزق الوافر وبالخير ومثل هذه الدعوة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ولكن لا ينسى نفسه أيضا من خير الآخرة. يعني أذكر كلمة لأحد الدعاة، قال كلمة جميلة، قال: الدنيا ستعيش فيها 70 سنة أو 80 سنة أو 100، في البرزخ إلى ما يعلمها الله إلى يوم القيامة. يوم القيامة خلود بلا انقطاع، فاعمل لكل دار على حسب مكوثك فيها، وهذه تكفي. رائع جدا. طيب، شكرا جزيلا على هذا الاكتفاء سمو الأمير. وأنت تعلم أن الحياة هذه فيها كثير من المصاعب وأشياء كثير تشغلنا، وأحيانا تكون أمور يعني جدا مؤلمة وألمها عظيم في نفس الإنسان. صراحة سمو الأمير بيجيب بتساؤل معاكس، أحيانا الإنسان بسبب هذه الأمور يوصل إلى مرحلة أنه مقصر في صلاته، مقصر في تقربه من الله، في قراءته للقرآن، مع ان في توصيات في القرآن من الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. ودي كده كلمة حول هذا الجانب، كيف الإنسان يسيطر على مشاعره رغم بعض المشاكل اللي ممكن يواجهها في حياته. تفضل. نعم، أيضا يا أخوي حسام، كما ذكرنا أن في كل شدة تمر بها وفي كل أمر ضيق تجد تلجأ إلى الله سبحانه، ثم إلى تلاوة قرآنه وتدبره، ستجد بإذن الله المخرج الذي يأخذك إلى الطريق، طريق السعادة وطريق النور. فمن تكالبت عليه الأمور والمشاغل العظام وتذكر أن الله سبحانه قال: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. وأذكر قصة يمكن ذكرتها قبل، أن ابن عباس أخبر فيه وهو في سفر عن موت أحد أقاربه، فنزل وتوضأ ثم صلى ركعتين وقرأ: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، إذا اشتد عليه أمر، فزع إلى الصلاة. فالصلاة يعني ما أجمل أن يذهب الإنسان إلى الفريضة، أو هو يصلي أو يكثر من النوافل، ويستحضر في قلبه: يا رب أنا أستعين بهذه الصلاة كما أمرتني، أستعين بهذه الصلاة. واستعينوا بالصبر، مثلا الصيام ترى من أعظم أنواع الصبر، فيه 3 أنواع من الصبر: الصبر على الجوع، والصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية بالكلام الذي لا يصلح. فيصوم الإنسان تطوع، وينوي أن هذا استعانة على أمر عظيم سيقدم عليه، فهذه تخرجه. أيضا لما يأتيه آيات في القرآن مثل قول الله سبحانه: ويعلم أن إبراهيم حين رمي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فجعل الله النار وهي تحرق بردا وسلاما. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حين في الآية التي ذكرناها: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كان الجزاء؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. فالإنسان إذا تذكر هذه الأذكار، تكالبت عليه الأمور وأحس بكرب، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. وقال دعاء الكرب قول يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء سماه دعاء الكرب،
وهو قول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وأيضا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن الله، أن يقول الإنسان الله الله ربي لا أشرك به شيئا. لما يتذكر هذه الآيات والحديث ويصيبها الكرب، ثم يكثر من هذه الأذكار ويذكرها ويعيد ويذكرها كثيرا، وهو يستحضر أن يا رب أنا يعني أقوم بما أمرتني وأقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلها شراحا لصدري وسعادة لقلبي، والله سيجد أثرها بردا وسلاما على قلبه. ومن جرب علم. نعم. طيب سمو الأمير، متبقي معنا تقريبا أقل من 10 دقائق، وودنا كده مرورات سريعة على بعض النقاط. يعني مثلا معلش أنا أقول رأيي في حاجة معينة، مثلا أنا عندي مشكلة في مفهوم العفو والتسامح، وأنه أحس أنه على الطبيعة البشرية نوعا ما في صعوبة، ومع ذلك في القرآن الكريم فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ودي أسمع لمحة، أسمع من قبلك لمحة حول هذه الآية الكريمة، وحاول إنه كيف الإنسان يعزز في نفسه القدرة على عملية العفو والتسامح مع الآخرين. الله تفضل. يسلمك حسام، هذه فيها لفتتين سريعا. أنا أقول يا أخوي حسام، لو مثلا فلنفترض أنك وقعت في خصام مع أحد من أصدقائك، ثم أتيتك وقلت يا أخي حسام اعفو عنه، وأبد أجرك علي، أجرك علي، أنا يعني أتكفل، أنا أرضيك. فسبحان الله، على قدر إيمانك، ولله المثل الأعلى. تخيل أن أجرك على الله جل في علاه، أن أحيانا العفو قد يزيد من أمامنا في التمادي، لكن إذا كان العفو يساهم في الإصلاح فعليك بالعفو وأجرك على الله. لذلك والله أعلم، قال الله جزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح، فمن عفا وأصلح. أحيانا إذا عفوت عن المخطئ، العفو سيجعل الود يعود، الود وتعود العلاقة كما سبق، وتصلح الأمور بينك وبينه. وأحيانا لا، تجده معاند وكذا، والعفو عنه قد يزيده طغيان، أو قد يظلم أحد غيرك. فالمسألة فيها تقدير، فإن غلب على ظنك أن العفو عنه سيصلحه أو سيصلح العلاقة، فلا يفوتك هذا الأجر. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. جميل جدا، وإجابة مقنعة بالنسبة لي. إذا هي عملية تقدير للأمر، بعض الأشخاص يستحق العقاب، قد يستحق أنه لا يعفى عنه، يأخذ جزاءه بحيث أنه يقل حجم تأثيره السلبي على الآخرين. جميل جدا سمو الأمير. طيب فيما يخص الوالدين في القرآن الكريم، وأيضا ودي لفتة معاكسة، الوالدين اتجاه الأبناء. يعني الآن أنا علاقتنا بآبائنا وعلاقة الآباء بأبنائهم أيضا. والله يا أخوي حسام، أنا يعني ذكرت نقطة مهمة، أن أعظم الوفاء على الإطلاق بر الوالدين، والآيات في ذلك كثيرة. يكفي فقط أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب إلى الله. يعني أنا أقول نقطة، من أحب الله حقا وصدقا أخذ يبحث في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عن الأعمال التي يحبها الله ليتقرب بها إليه. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ثم بر الوالدين. بر الوالدين طريق السعادة في الدنيا والآخرة. الله سبحانه قال الوالد أوسط أبواب الجنة، والمقصود أعظم الأبواب وأجملها. وقال أمك ثم أمك ثم أمك، قال ثم أبوك. ولا تجد إنسان وفق في حياته وكان له المنزلة العظيمة سواء في الدنيا وفي الآخرة، إلا وتجد خلفه بر عظيم بوالد أو والدة أو كليهما. قصة أويس القرني أخذ منزلة عظيمة في التابعين، والسبب أنه كان لديه والدة يبر بها. لذلك يعني أنا أقول لكل من أنعم الله عليه بأب وأم لا زالوا على قيد الحياة، وأيضا لمن توفي أبوهم لا زال مجال البر، تستطيع أن تبرهم بالدعوات وبالصدقات وبالخيرات. وأقول لمن لا يزالون على قيد الحياة، لا تغلق هذا الباب، فهو باب على الجنة، إن شئت تفتحه وإن شئت أغلق. حتى وإن أتاك أحيانا منهم ما يسوءك، تحمل واعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أما الوالدين وفي تربية الأبناء،
فهذه ما يعني ما يحتاج وصية، يعني الوالد عموما والوالدة يحرصون على الأبناء. وأنا أقول يعني لكل والد والدة، يعني هذا غرسك، إذا أحسنت الغرس ستجد ثمرة ذلك إذا كبرت وكبر الأبناء. لذلك الله سبحانه قال: إما يبلغن عندك الكبر، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وأيضا أنا أقول من أعظم البر صلاح نفسك أنت، يعني صلاح نفسك سيعود أجره وخيره لوالديك ولأبنائك من بعدك. أما لوالديك فستكون في أعظم البر بهما في حياتهما، وبعد مماتهما ستكون ولد صالح يدعو لهما. وأما الأبناء فسيكون بإذن الله يقال في الجنة: بما بلغت منزلتي هذه، فيقال: بدعاء ولدك لك. فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم وجميع من يسمع والمسلمين الذرية الصالحة التي تدعو لنا اللهم بعد آمين. فراق الدنيا. اللهم آمين. إذا تسمح لي، في عندي 3 محاور بدمجهم في محور واحد عشان الوقت. القرآن دائما في حث سمو الأمير على الإحسان للوالدين والأقارب واليتامى والمساكين والجار والصديق والمسافر وما ملكت أيماننا. وأيضا نجد القرآن يحذرنا من قطيعة الرحم، وفي توصيات شديدة جدا حول التعامل مع الأيتام. ودي لفتة سريعة حول هذه النقاط سمو الأمير قبل ختامنا، طيب الله تفضل. يسلمك. أنا أذكر كلمة جميلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال: احرص على الموت توهب لك الحياة. والمعنى والله أعلم أن احرص على أن يأتيك الأجل وأنت على خاتمة حسنة. من استحضر أنه قد يقبل على الله غدا أو بعد غد، سجده يحسن في التعامل مع كل من حوله، من أباء، من أيتام، من أقارب، من مساكين، من حتى مع المخالفين. مع الوقت، لأنه لا يعني هل جزاء الإحسان الإحسان، سيجد أن جميع من حوله يحبه، وأن الأبواب، أبواب السعادة وأبواب الخيرات، فتحت له في الدنيا، لأنه أحسن ابتغاء مرضات الله. وقد جاء في الحديث أن الله سبحانه إذا أحب عبد، جاء في آخر الحديث، يوضع له القبول في الأرض. ولعل هذا معنى احرص على الموت توهب لك الحياة. وهذه باختصار يبين لنا أن القرآن يهذبنا، وليس لأجل الآخرة فقط، بل في الدنيا والآخرة. سمو الأمير قطع الصوت عندك لا أسمعك ولا عندي أنا؟ مش أسمعك أي نعم. وذكرت جانب رائع في التهذيب أثناء مداخلتك. حتى الأشخاص اللي يختلفوا معنا وجادلهم بالتي هي أحسن، نعم. أي نعم سمو الأمير، هذا محور يعتبر، أو التساؤل يعتبر شوي حساس، خاصة للأشخاص اللي يدعون للإسلام وللدين وللاستقطاب وللإقناع. ودي أيضا لفتة سريعة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ولك المايك سمو الأمير. اي نعم، هذه سبحان الله فيها لفتة عجيبة. يقول الله سبحانه: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة يعني فسرت بمعاني كثيرة، لكن من 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 معانيها هي القول المناسب على الشخص المناسب في المكان المناسب وبالطريقة المناسبة. وهذه صعبة احيانا، خصوصا في بعض الوسائل التواصل وغيرها. لكن انا اقصد ان الله امرنا جل في علاه ان ندعو الى سبيله بالحكمه، لان الدعوه الى سبيل الله ليست كدعوه الى غيره. فانت تجد الان من يدعو الى سياحه، من يدعو الى سفر، من يدعو الى مدينه، لكن انت تدعو الى الله جل في علاه. فيجب ان يكون دعوتك الى الله على اجمل صوره ممكنه. فاذا دعيت الى الله سبيل ربك بالحكمه، فتجد ان الله جعلك سبب في مجيء الناس الى الله سبحانه وحبهم لله. وإذا خلت الحكمة من الدعوة أحيانا قد يكون لها أثر سلبي. ثم نقطة مهمة، لأن الحكمة دائما حسنة، قال سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وصف الموعظة بأنها موعظة حسنة، لأن بعض المواعظ لا تكون حسنة، ولكن الحكمة لم يأتي وصف الحسن فيها، لأن الحسن وصف لازم لها. ثم قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. والجدال عموما أخي المبارك يكون بالتي هي أحسن، إذا علم الإنسان أن من أمامه ومن يجادله يريد حقا أن يصل إلى طريق الصواب وطريق الحق، فهذا الجدال فيه نفع في الأخير. لكن إذا كان الجدال كل أحد متمسك برأيه وفقط جدال لأجل النقاش، هذا قد يسيء أكثر مما ينفع. لذلك قال: وجادلهم بالتي هي أحسن والله أعلم. وأيضا مثل ما ذكرنا، إذا كان الله سبحانه وصف وقال: قولوا للناس حسنى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، فيجب أن تستعمل هذه
أكثر أيضا في الدعوة إلى الله جل في علاه. جميل جدا، وهذا المحور سمو الأمير يحتاج مساحة لوحدها ومناقشة فيه مرة طويلة، لكن إن شاء الله في الأيام القادمة. القرآن الكريم أعتقد فيه دلالات وتوجيهات، خليني أقول إن صح التعبير، أو علاج للإنسان المصاب بالبخل. في لفتة حول هذا الموضوع سمو الأمير؟ هلا لعلك البخل. اي نعم لعلك تعيد اخوي إيه نعم، حسام، ما سمعتك الله يحفظك. أقول في القرآن الكريم في دلالات كثيرة فيها نوع من خليني أقول الشفاء لمن أصابه البخل، أو الإنسان البخيل اللي عنده اي بخل نعم اي شح نعم في اي نعم إبراز هذه المال. هذه نعم لعلنا ذكرنا يعني فيما سبق، لكن يكفي فيها ان يعلم أن الله سبحانه قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. يكفي أن الله سبحانه قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. على قدر إيمانك ويقينك بأن هذه الآيات حق وأنها من الله، صدقني ستنفق وتعطي ولن تبخل. ومن رحمة الله أيضا في القرآن أن لما سئل ويسألونك ماذا ينفقون قال: قل العفو. يعني الله سبحانه ما أمرنا أن ننفق لكي إلى أن يختل الميزان أو نقصر في من نعول، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى الدرهم الذي تنفقه على أهلك بل هي أعظم الأجر. قال: درهم تنفقه على مسكين، درهم تنفقه على عابر، درهم تنفقه على أهلك أعظمها أجرا درهم تنفقه على أهلك. لكن يستحضر الإنسان إذا أنفق على أهله حتى في مصاريفه العادية اليومية، يستحضر هذا المعنى وأنه يريد الأجر من الله. وهذه كلها معاني عظيمة من استحضرها دائما وعلم أن حتى الكلمة مع الأهل، الإنفاق على الأبناء، الابتسامة إذا مشيت، الغصن الشوك تزيله من الطريق، دمعة، ركعة، عمل صالح، كل هذه مكتوبة عند الله ويراها ولن تضيع. هذا يغمر القلب بسعادة عظيمة. إذن في هذه الآية الكريمة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ليست فقط مقتصرة على المال بقدر ما هي أيضا تشمل العطاء، الكلمة الطيبة للأهل من قبل الزوج لزوجته، لأهله، لأبنائه. فالموضوع أعمق فقط من أنه فقط مادة ومال. الله اعلم، هذا المعنى يحتاج ان نعم نراجع الايه، لكن دلت ايات اخرى. اذا هذه الايه لم تدل دلت على الانفاق المالي فقط، ففي ايات نعم اخرى دلت على الاجر العظيم للكلمه الحسنه والقول الحسن للناس جميعا. جميل جدا. ختاما سمو الأمير، حول الرزق واطمئنان قلوبنا، وأيضا في تعاملاتنا اليومية الاقتصادية، نختم وبعدها نعطيك كان لك كذا كلمة حابة تقولها في ختام اي نعم المساحة، اي نعم فلكن ودنا نختم هذا المحورين سوا. اي تفضل نعم سمو الأمير. بالنسبة لهذه المحاور لعلنا غطيناها فيما سبق، لكن أنا لأني ما أريد أن أطيل في نقطة مهمة أريدها أخوي حسام قبل الختام. أريد أن أبين لكي يتضح المقال ولكي نعلم كيف كان سلفنا الصالح مع القرآن، كيف حولوا هذا القرآن لمنهج حياة. أقول سلفنا الصالح كان لهم حال عجيب مع كلام ربهم، كانت تفرحهم آية، تؤمنهم آية، تصبرهم عند المصائب آية، وتكشف غمومهم وهمومهم آية، تعينهم على أمورهم آية، وترفع هممهم آية، يحيون ليلهم بآية، وقد يبارك لله لأحدهم في حياته كلها بآية عمل بها أو دمعت عينه خشية لله منها. اختلط هذا القرآن العظيم بلحمهم ودمهم، ففتحوا الدنيا وبلغوا بهذا الدين العظيم الآفاق. وأقول تأمل قوة ارتباط أحدهم بكلام ربه، وكيف يستعين على الدنيا بآيات القرآن العظيم. يقول أحد السلف: عجبت، وتأمل كيف يربط الأحوال في الدنيا بآيات. يقول: عجبت لمن خاف شيئا، كيف يغفل عن قول حسبنا الله ونعم الوكيل؟ وربي يقول بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن ابتلي بالضر، كيف يغفل عن قول ربي: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ والله يقول بعدها: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وعجبت لمن ابتلي بالغم، كيف يغفل عن قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ والله يقول بعدها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن كوبد في أمر، كيف يغفل عن قول وأفوض أمري إلى الله
إن الله بصير بالعباد. والله عز وجل يقول بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا، وعجبت لمن أنعم الله عليه بنعمة خاف زوالها. كيف يغفل عن هذه الآية؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا أحببت يا أخو حسام أختم بوصايا. أكيد المساحة مساحتك الله سمو الأمير. يحفظك. أنا أختم، والله أنا زعلان إن المساحة تنتهي الله صراحة، الله مساحة الله جميلة يجزاك جدا خير وينفعنا بها لك ويجعلها أفضل الختام المجال. سمو الأمير. أنا سم أختم تفضل. بثلاث وصايا حفظك الله، أوصي بها نفسي وكل والله من أحب. الوصية الأولى، وهذه من عمل بهذه الثلاث وصايا بإذن الله سيجد السعادة وسيرتبط بالقرآن وسيسير في هذه الحياة على نور، ويجد بإذن الله الخير في الدنيا والآخرة. الوصية الأولى وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته: الصلاة الصلاة. يقول الله عز وجل عن الصلاة: وإنها، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هؤلاء لما تيقنوا من لقاء الله ومن الرجوع إليه سهل عليهم الخشوع في الصلاة وهم بين يديه. وأيضا لنعلم أن إضاعة هذه الصلوات قد تؤدي إلى أمور لا يحمد عقباها. قال الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الوصية الثانية أيها المبارك وأيها الأحباب الكرام: الدعاء الدعاء. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء الله ومن قول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقال ربي عز وجل في القرآن: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأنا أقول لعلنا مقصرين في هذا الجانب في تربية الأبناء الصغار على الدعاء. تجد الطفل، وأنا أتكلم عن نفسي وأننا جميعا، تجده يعني يصل إلى الثانوي أو ثالث ثانوي أو الجامعة وهو لا يعرف إذا رفع يديه يعني يدعو الله، ولا يحفظ أدعية مختارة من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي أنا أقول الذي وفقنا جميعا للهداية والثبات هو الله، والذي يتقبله ويثيبه علينا هو الله. لذلك لن يصلوا إلى أي شيء من الدنيا بغير الله، فكيف يوصل إلى الله بغير الله؟ وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا كان يقول دائما: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فكيف بنا نحن؟ الوصية الثالثة: القرآن وطلب العلم. فقال ربي: وقل ربي زدني علما. وأشرف العلم على الإطلاق القرآن، وما فيه وما يقتضيه تدبره والعمل به. والعمل كما والعلم كما قال ابن القيم، وهو من أعظم أسباب الثبات. يقول ابن القيم: العلم نور البصائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر، به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد. بالعلم أيها المبارك تزداد معرفة بربك بأسمائه وصفاته، فتزداد حبا له ورجاء في رحمته وخشية من عقوبته. ولتعلم فضل العلم تأمل معي قول معاذ رضي الله عنه، يقول: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة. إنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء. يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم، وينتهى إلى رأيهم ترغب الملائكة في خلتهم، وبأجنحتها تمسهم، ويستغفر لهم كل رطب ويابس. هو حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منزلة الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. أختم بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ونشره بين الناس يكفيه شرفا هذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. أسأل الله أن يوفقنا وإياك يا أخوي حسام وجميع من يسمع والمسلمين والمسلمات للحفاظ على مثل على هذه الوصايا في الصلاة والدعاء، وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا ممن تعلقت قلوبهم بالقرآن. الله عليك سمو الأمير، الصلاة والدعاء والعلم واكتساب العلم. وعلى فكرة بس أنا إذا تسمح سمو الأمير أقولها، مو بشرط علم يعني أكون بروفيسور في الجامعة ولا لا، القراءة، صح تفكر آيات الله والاستنباط وسؤال أهل العلم صحيح
والأجمل أن تقوم على نشر هذا العلم. تعلم، إذا ما كنت لست بعالم فمن العلم يأتي إلا بالتعلم، يعني فيه جهد لابد أن يبذل من خلال الإنسان. سمو الأمير، أشكرك، ضيف عزيز وغالي، شكرا لمؤسسة آيات الوقفية أنها يعني قدمت لك الدعوة، وشكرا لك لقبولها، والأشخاص الرائعين اللي سألوني على الخاص عن أوقات المساحة. حاليا ما في وقت محدد، ولكن أدعوكم إلى متابعة حساب مؤسسة آيات الوقفية، محتواهم بسيط ومثري. فعلوا الجرس، وإن شاء الله دائما يكون في مساحات مع الأيام القادمة حسب رؤيتهم، لكن إذا فعلتوا الجرس بيجيكم إشعار مباشرة. الأشخاص اللي طالبين مايك اعذروني، الله يحفظكم، أصلا وقت المساحة ساعة وتأخرنا في فتحها والوقت انتهى، وكان ضيف عزيز غالي علينا سمو الأمير، وإن شاء الله أنه ما قصر معنا الحمد لله، وكلنا نتعلم ونستفيد من بعض. ممتن لكم جميعا. إذا في بخاطرك شيء سمو الأمير حاب تقوله في الثواني الأخيرة. أبد شاكر ومقدر، شاكر لك والمؤسسة والجميع من يقتطع من وقته واستمع معنا، وأسأل الله اللي جمعنا في هذه المساحة على محبته وطاعته أن يجمعنا بكم ومن نحب في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا، وجميع من شرفنا في منتصف المساحة أو في آخرها، هذه مساحة مسجلة إن شاء الله تلقوها في حساب مؤسسة آيات، فقط تشغلوا التسجيل، بعد 10 دقائق تكون جاهزة، لمدة 30 يوم موجودة، وبإذن الله أيضا سيتم حفظها ونشرها في قنوات مؤسسة آيات عبر اليوتيوب بإذن الرحمن الرحيم. أخوكم حسام، منكم أتعلم وأستفيد، إذا حصل مني تقصير أنا موجود لأتعلم فقط، وإذا حصل مني تقصير في إدارة الحوار اعذروني، الله يجبر خواطركم، واعذروني اللي طالبين المايك، الوقت داهمنا، ويا رب كانت مساحة مثرية ورائعة. وشكرا للشيخ ناصر على وجوده معنا اليوم أيضا، وجميع من في المساحة، ودي أذكر اسمكم شخص شخص، شيماء، سوار، الأستاذ عبد الله، قوت الشمري، سلطانة، نورة، كل اسم والله ودي أذكركم جميعا، ولكن يصعب علي ما شاء الله 400 إنسان. أذكركم في الختام بمتابعة مؤسسة آيات ومتابعة حساب ضيفنا، لأنه دائما مثري فكريا ودينيا وموجه رائع، وهو دائما يسعى إلى التعليم وإلى التعلم، وهذا شيء جميل وتواضع راقي منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. استودعتكم الرحمن، تحياتي لكم جميعا. شكرا سمو الأمير، ما قصرت.